الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لا بد أن نفرق بين ما يطلق عليه الغيب المطلق والغيب النسبي، وهذه نبهت عليها في متون كثيرة. فالذي يختص الله عز وجل به إنما هو ما كان من قبيل الغيب المطلق لا الغيب النسبي. ونعني بالغيب المطلق أي الغيب الذي أخفاه الله عز وجل عن كل أحد واختص به فلا يعلمه أحد من الخلق كائنا من كانت منزلته وعظم رتبته عند الله عز وجل، وهو الذي من ادعاه يعتبر كافرا. وأما الغيب النسبي أيها الإخوان فهو الغيب الذي خفي على البعض ولكن يعلمه البعض الآخر، وقد ضربت لكم أمثلة فيما مضى ونقتصر منها على مثال واحد يوضح لكم أو يذكركم بما مضى. لو أن إنسانا شردت منه دابته ورآها قوم في الطريق، فإن مكان الدابة غيب بالنسبة له، ولكن مكانها ليس غيبا بالنسبة لمن أراها ويعلم مكانها. فإذا هذا غيب نسبي أي غيب بالنسبة لمن يجهل مكانها، ولكنه ليس بغيب بالنسبة لمن يعرف أين وجودها.